ظهر قوم يشربون العصير بالمميات الرضاعة. أنا رأيت هذا الأمر حقيقة، يعني صراحة يعني شيء محزن. يعني هذا هني تعرف الإنسان التافه والإنسان غير التافه. صراحة يشرب عصير بمية، يعني إيش تبي توصل له؟ تبي توصل لبيت أبي الطيب المتنبي؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. تبي توصل لهذه المرحلة؟ تبي توصل لمرحلة لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه؟ يعني تقليد أعمى 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 بكل ما في الكلمة المعنى. شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. تعرفون جحر الضب؟ جحر الضب يقول أهل العلم، وخاصة اللي خلينا نقول أهل البادية الذين يعرفون الضب عدل، جحر الضب من أضيق الجحور، بالكاد يكفيه، حتى أن الضب ما يقدر يلف فوق تحت، يبي يطلع لازم يرجع إلى الخلف من ضيق جحره، وجحره يعني سقفه لاصق بظهر الضب، يعني يحفر جحرا ضيقا جدا بالكاد يكفيه، حتى أن البعض يقول لو دخل عليه ضب ثاني أو دخل الضب مع أنثاه يريد أن يجامعها لازم واحد فيهم يموت، ما يقدرون يطلعون اثنينهم، يموتون أحيانا اثنينهم يقول ما يقدرون يطلعون لهذا من ضيقه. وهذا التشبيه الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جحر الضب الضيق الذي لا يكفي إلا ضبا واحد كذا، لو دخلوا هذا دخلتموه خلفهم ما يكفيكم، مهلكم. يعني ما هذا الجهل؟ ثم تقولون لماذا تسلط الكفار علينا، لماذا نحن ضعفاء من هالأشكال؟ شنو رجل واقف يبي ممية؟ يعني شيء حقيقة، يعني مخزي بكل ما في الكلمة من معنى. يعني ما أستطيع أن أعبر يعني عن هذا، لكن أقول يعني عفى الله على هذه العقول حقيقة. يعني لا مرجلة لا دين لا عقل لا تفاهة بكل ما في الكلمة من معنى، والله المستعان. طيب يقول والحمد لله، يعني أنا سمعت أن عندنا في البلاد الحمد لله أغلق هذا المطعم التافه ومنع من بيع هذه الأشياء الحمد لله.